السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا فيديو النهاردة جديد، وهو ازاي هنغير البلي الماتور والطنبورة. هنغير الطنبورة، طبعا الماتور دي ممسوك بثلاث مسامير، هنفكه مع بعض. هنفك تلات مسامير الأول، بعدين نخبط على الوشوش من الخارج كده. مسمار دوب مسمار 11، المسمار ده هيتغطم معانا، فاحنا هندق على الطنبورة لحد لما تتكسر. طب احنا بنفك اهوت، المسمار هيتغطم معانا. طبعا دقينا عليها وخرجناها. بنختصر الفيديو على اساس ما يطولش معانا. طبعا هنطلع البلة ونشوفها مع بعض. الزراجينة مش موجودة، فاحنا هنحط الأجهزة وندق عليها بالروحة بحرص على اساس ما نكسرش مفتاح الطرف المركزي اللي فوق دوت، المنطقه السوداء ده. طلعت معانا بسهوله الحمد لله. هنشوف مقاس البليون مع بعض. تلاف تلتمية واحد، مقاس البلية دي بيبقى شاحح مش موجود كتير في بعض المواتير. ننزل البلية، طبعا دي ماسورة بتدوج على الظرف الداخلي من البلية على أساس مش البلية تبوظ مننا. لو دقينا الظرف الخارجي تبوظ أو في النص طبعا البلية هتبوظ تخشن. نوقع عليها كويس عاد لما تنزل. نشوف مع بعض، نتأكد الأسلاك، بعد اللقمة بتاعت المفتاح. البلا الخلفية البلا الخلفية كويسة، مش هنغيرها. نرجع عليها بالروح لحد لما تنزل في الوش. نجيب الوش الأمامي، طبعا تحاول نعلم على الماتور على أساس هيريحك في التكفية. احنا معلمنا يريح في التكفية، احنا مش محتاجين نعلم كل يوم في موتور بالشكل ده. بتبقى حاجة سهلة، فاحنا مع بعض معلمين على اساس ان انت زي ما فكيت اترك، مش في حاجة تتوهك ولا تتوه منها. هنشبط ثلاث مسامرنا
هنربط مسامرنا كويس. طبعا الموبينة شغالة خالص كويسة كده، الوشوش دخلت تمام في مكانها. ونجرط على مسامرنا، الربط نشوف بقى، نربط جامد على الآخر، مسامير تفوت مننا، الوش يتكسر. على مهلنا كده هنيجي نجرب مع بعض. طبعا الموتور شغال بسم الله ما شاء الله، ملوش صوت خالص خالص خالص، هو شغال ما تحسش بصوت اصلا. بصنفر بروح بصنفرة ناعمة مكان الموبينة، تشيل لنا بس الشوايب الزيادة بس والصدى والكلام ده. طبعا الماتور شغال بسم الله ما شاء الله، هنقيس امبيرو مع بعض ونتأكد ان احنا شغلنا كويس، مفتاح ركب كويس ما فيش حاجة، الماتور ما حصلوش اي حاجة، نتأكد على امبيرو. الماتور حاليا كده شغال، الامبيرو بتاعه تمام، 2/10. هنشوف مع بعض على كام امبيرو، كام على الماتور وكام امبيرو معانا في بنسة لمبي. زي ما احنا شايفين مع بعض تلاتة وستة من عشرة امبير، الامبير بتاعه المكتوب على الماتور، وطبعا مش محصل تلاتة، هو 2.8 أو 7/10. نجيب الطنبورة 14، نحط مسمار خشن سن خشن ونجرط عليها كويس. وكل سنة وانتم طيبين، لا تنسوا الاشتراك بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله.